سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحيحه؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير او بصحه جيده. اليوم فيديو جديد ان شاء الله ونهار جديد كما العاده. غادي ندير معكم الطون اللي تيكون معلب، غنديروه ديال الدار، تيجي زوين بنين وحسن من ديال هذيك البواطه ديال الكونسيرف. ان شاء الله غنحتاجوا ليه السردين، كاس الماء، كاس الزيت البلديه، تقدروا ديروا النص ديال الزيت البلديه والنص ديال الزيت الروميه، كيف ما تقدروا ديروا غير البلديه ولا غير الروميه. هنا عندي واحد ربع، ماشي من بار ربع ديال الخل. هنا في التوابل لكم الاختيار، انا درت هذاك الشيء اللي عندي، ما عنديش البزار حبوب، ما عنديش كيفاش ندير نطحن كيفاش ندير نطحن هاد الكمون، غنديرو هكاك حبوب. المهم عندي هنا واحد الربعة ديال الورقات ديال سيدنا موسى، واحد نص معلقة ديال البزار، نص معلقة ديال الملح، البابريكا، شوية ديال الكمون، وهنا عندي التومة. إلا عندكم الزعتر ديروا الزعتر، المهم التوابل كيبقى لكم الاختيار. داك اللي بغيتو ديروا كاع، داك اللي كنديرو في الشرمولة ديال الحوت ديروها في هاد سميتو علو في هاد السردين، غتجيكم مزيانة. بالنسبة للسردين أنا راه حيدت ليه هاد السنسول ديالو، ساهل باش يتحيد، كتغسلوه كتحيدو له هاد الظهر ديالو، صافي كتمشيو معاه بحال هكا، ساهل ماهل وكلشي راه كيعرف يحيدو. صافي كنبقى نبرك عليه هكا، وملي كنجي هنا اللخر كنحاول نحيد معاه حتى هاد اللخر ديالو هذا بحال هكا. انا بعدا ما كيعجبنيش، كاين اللي كيخليه. المهم كيف ما قلت لكم سريدي، كيف ما قلت لكم هاد السردين، هاد السردين كيفاش كنديرو باش بحال هكا يكون مخلل، كيجي زوين. وملي كتكون مصاوبي على يديك كيكون تيجيك حسن لانك عارف راسك شنو داير فيه. المهم هنا في الطنجره غادي ندير المويه ديالي، الخل. هنا اللي غايقول لي الزيت البلديه ما كنطيبوش به، راه كاين الماء ما تخافوش عليه، راه ما غاديش يتحرق. الزيت البلديه ديالنا غتبقى هي. نديرو الزيت البلديه، زيت البلدية هي زيت العود، كاين تيقولها زيت العود، كاين تيقولها زيت البلدية. هنا غادي ندير ورقة سيدنا موسى، هاد التومة غادي نخليها حتى من كنبدا الهضرة وكنحبس تنكمل داكشي في راسي حتى نعجنها هكا، نهبطها عجينة وصافي. ها نتوما معايا تشوفوا كيفاش غادي يجي. نحركهم غير شي شويه باش هذاك الملح هكا تذوب مع البزار مع سميتو علو. وغادي نبداو نحطو السردين ديالنا، نستفوه، ما يمكنش لينا نديرو وحده فوق وحده، غادي نستفوه بحال هكا. وغادي نخليوه يطيب واحد 15 دقيقه هكاك. مني غادي يدوز 15 دقيقه غادي نطفيو عليه ونقلبوه. إذا كان صافي داك الماء تبخر، صافي ما بقاش الماء، بقى وقف في الزيت ديالو، صافي راه غادي يكون طاب. هذيك هي غنحبسو، وإلا ما وقفش في الماء يعني ما كان باقي فيه شويه ديال الماء، غنعاودو نخليوه يزيد يطيب. حاولوا كما قلت لكم
ما نحطوش وحده فوق وحده. هانتوما شوفوا معايا ما غاديش يبان، غندور الكاميرا نوريكم. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيجي. شفتوا ما كاين حتى شي وحده فوق الاخرى. هنا عندي 500 غرام ديال، خديت نص كيلو ديال الحوت ديال السردين. وتقدروا ديروا باي نوع ديال انواع السمك، تقدروا اي نوع بغيتوا تخلوه تقدروا ديروا له نفس الطريقه. غير هي اللي كيبغي الحار يقدر يدير شويه الهريسه ولا يدير دوك المزيودات هكا ديال الحار. صافي غادي نردو غنسد عليه وغادي نردو يطيب على 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. وهانتوما معايا وكيف ما كتشوفوا معايا انا خليتها 10 دقائق وطفيت عليها البوطه، و5 دقائق خليتها كطيب غير بوحدها هكا. المهم ديروا 15 دقيقه وصافي. شوفوا كيفاش كيجي معانا، حبست في الزيت ديالها. راه داك اللي كيبان لكم راه ماشي حراق، راه غير ديك اشنو نسميوها البابريكا شويه لصقت في سميتو له، ولكن راه حبست في الزيت ديالها. انا حيده وشوفوا معايا. صحاب التليفون تيصور ساعه وما كانش يصور، دائما تتوقع ليا هذه. ايوا المهم عقبلو عليا وصافي. لي زوين في هذا الطون تقدروا ديروه هكا نيشان وتاكلوه، تقدروا ديروه في بيبوات دي قرعات هكا وتخشيو في الثلاجة، واللي تيكون هكا غادي مزروب يعني مزروب غادي عاود ما يدوز يشري الطون، يدوز يشري غير الخبز والطون يهزو من دارو عارف راسو باش طيب طيبو. اي سا شانج ان تي بو الطياب ديال دائما الشرمولة. هادي راه غير الزويته بقات، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه غير الزويته. وتاليك الزيت راه يعني صحيه، زيت بلديه ماشي هي واحد الحاجه. ما نكذبش عليكم ناقصوا الحرار، داك الحرار اللي كنحسوا به ملي كناكلوا الزيت ناكلوا ملي كناكلوا الطون معلب ما كايناش. ولكن تقدروا ديروا واحد المزيودات ديال الحرور، انا ما قدرش نديرها حيت بغيت وليداتي ياكلوا منها. صافي هي هذه الطون ديالنا معلب، نتمنى يعجبكم. انا غادي نديرو في واحد القرعه. صافي غادي نديرو في هذه القرعه، علاش ندير كلشي بيان سيغ لان نخلي شي شويه ناكلو دابا وصافي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا على فكره بحال هكا راه يبقى لكم سيمانه في الثلاجه بحال هكا بحال هكا يعني محيد ليه الزيت. اما هذا اللي كديروا ليه الزيت راه يبقى لكم اكثر من سيمانه في الثلاجه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نسدها. وها
هو الا درتو حامي هكا طايب في قرعه ديال الزاج وسديتوها خليتوها في واحد البلاصه حتى تبرد، ملي كتبرد كتجر هذاك الريح اللي تيكون وكتبقى بحال كانت كونسيرفي. صافي هذه غادي نخليها هنا على جنب حتى خشيه الثلاجه تبرد وخشيه الثلاجه وناكلوها ان شاء الله من بعد نديروها في ساندويتشات كنديروك بحال في المغرب. وهذا ان شاء الله غناكلوه دابا. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وجاكم خفيف ظريف. تهلاو في راسكم. السلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. بسلامه.